مرورك بموقف سيء مع أحد الأشخاص لا يعني أن تحكم على سائر البشرية أنهم فاسدون وخلاص فسد الناس، وتحكم على كل من يشبه هذا الشخص بالفساد. يعني امرأة يخونها رجل، دغري بتكتب على الفيسبوك كل الرجال خونة. طب أنا شو خصني؟ أنا كنت بالحمام لما هو خانك، طلعت لقيت حالي خاين، أنا شو خصني طيب؟ وكذلك الرجل زوجته مثلا تتصرف بماله تصرفا فيك تقول فيه خفة، كل بصير يقول كل النسوان بالعائل. طب أنت تشمل أمك وأختك وابنتك ونساء الصحابة. وكذلك من يتعامل مع تاجر وغشه ونحو ذلك، بل بيطلع لك واحد كل الشيوخ ممنح، ما تخاف غير من أصحاب اللحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وزي ما أنت ما بترضى أنه حدا يسحب ثقته منك بدون سبب، كذلك الناس، عامل الناس كما تحب أن تعامل.